الكراس يبحث عن التسديدة قوية بيادي نيتو، أول ضربة في المباراة مع الخمس دقائق الأولى. هذه كرة لجريزمان، مر جريزمان عدى بكرة يا ريع من جانب سواريز، وسواريز بالراس وكرة الضربة. يا إلهي عدت عدت ومرة أخطر كرة لبرشلونة. حلو اللقطة من جانب لويسيتو، لكن ردت فعل أيضا من نجم هذا الشوط الأول بدون منازع بدون منازع. ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في الجوهرة المشعة في جدة عروس البحر الأحمر، حيث نحن وإياكم على موعد كبير هذا المساء في الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني. هذا المساء بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، استعدوا لمعركة كروية إسبانية كبيرة على أرض جدة هنا وسط حضور جماهيري كبير هنا من أجل معركة كبيرة ومن أجل الوصول إلى النهائي. البرصة وأتلتيكو وجها لوجه، من يكون الفائز في هذه المباراة ويعبر إلى النهائي ويقابل ريال مدريد في نهائي كبير منتظر. وقبله أسماء وأسماء، كل شيء أصبح جاهزا لهذه. وبعض المتتبعين من عاشقين المستديرة يميلون إلى أتلتيكو، والبعض الآخر مراتا مراتا على اليمين، مراتا مراتا مراتا، لكن أمام تغطية وكرة سهلة لحارس، لكنها أقرب إلى توماس. توماس يبحث عن التسديدة قوية، تسديدة من الأسمراني توماس قوية لايتة في المباراة. جريزمان يغير اتجاه اللعب، حلو على اليمين، لمسة لبيدول مخرة، هذا لودي فرصة لأتلتيكو، لمسة لبلوكس وكرة عدت تماما وفي الأخير على اليسار داخل منطقة الجزاء لجوردي ألبا لليو، ليو محاصر، ليو عدى لكن فيها تسلل اللقطة الأخيرة. الكرة تصل، محاولة خطيرة، فرصة لكوريا لكن آخر مينوتو وتدخل، وبعد ذلك خاطئة من أوبلاك يمدى حارس المرمى، وبعدها في الأخير حكم اللقاء أشار إلى وجود خطأ على سيرجيو على الجياتينو من الأرتورو فيدال، كرة عرضية من فيدال، ليو يحاول على حدود منطقة الجزاء الوينتو تمر وكرة بيصي. حكم تربي بس داخل منطقة الجزاء يحاول لك سواريز يستعيدها، ضغط برشلوني على أتلتيكو مدريد في هذه الكرة العرضية ممتازة لروبرتو، تحضير بالرأس، محاولة باتجاه فيدال، تصل لجريزمان، ذلك لأرخيل كوريا على اليمين، تريبير عرضية خطيرة والمرور، ميسي أمام أكثر من لاعب، ميسي عدى ولكن كرة جاءت بعيدة يا روبرتو. لا والله عدى، هذه كرة على الجهة اليسار، محاولة لكن تغطية من ثابت، سلاح مهم جدا في مباراة اليوم. هيكتور على تنفيذ الكرة يلعبها خارج، عشر مباريات كان عنده مرة واحدة كلين شيت، كرة عرضية، فرصة بالراس، لها من كرة عرضية رائعة من جانب اليوم، هي آخر جريزمان بالراس لكنها عدت. جريزمان على تنفيذها، كرة عرضية، محاولة بالراس، طبعا يحاول التمرير بعد ذلك لميسي، حلوة لفيدال، وفيدال بكرة عرضية، دفاع لفرانك ديونغ، سيرجي أخطر، سيرجي عرضية خطيرة، دفاع تدخل، الضغط يستمر، يا الله يا لها من كرة كانت قريبة أيضا من جانب أرتورو فيدال. الدفاع تدخل، هذه العرضية اللي طالب فيها سواريز بلمسة يد لم تكن، محاولة بجانب ميسي يلعب لسواريز، جريزمان انتظار لمسة لجريزمان والكرة، أمنا مرتدة قادمة في الطريق، كرة لسواريز لكن اليوبلاك حلو، سيرجي يحاول بتمريرة إلى سواريز أمام تغطية، فيليكس يحاول يمر تمريرة حلوة لمصعد كوريا بايريا وكوكا، فيليكس يحاول يمر تمريرة حلوة لمصعد كوريا بايريا وكوكا. باتجاه سواريز، تحضير بالراس لمن 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 جوب، ولمسه بعد ذلك لليو، ولا هذا ليو قويه، هذه كره لجريزمان، مر جريزمان عدى بكره يا تب، كره عرضيه باتجاه سواريز لكنها اقرب لاوبلاك، يبعدها الدفاع ثم بعد ذلك ليو 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 يا من جانب سواريز، وسواريز بالراس وكره يا بارسا يا بارسا يا بارسا.
الخط الدفاع. جمهور جماهيري كبير هنا من اجل معركه كبيره ومن اجل الوصول. سيبحق على التسديده قويه في ادينيتو، اول ضربه في المباراه مع الخمس دقائق الاولى. مباراه غريزمان يغير اتجاه اللعب، حلو على اليمين، لمسه لبيدول لكن الكره بعد ذلك بعيده وضربه مرمى، بعيده وضربه مرمى. تسديده ارتورو بيدال اللي كان في اللقطة الماضية أول محرة. هذا لودي فرصة لأتلتيكو، لمسة لبلاكس وكرة عدة تماما وفي الأخير ضربة وبلاك خلص. الله، يا لها من كرة، يا لها من كرة عرضية رائعة من جانب اليوم. هي أخذ غريزمان بالراس لكن عدت، يا إلهي عدت ومرت اخطر كره لبرشلونه. وفي الاخير الى ضربه مرمى، تسديده ميسي في الزاويه البعيده. يا لها من كره كانت قريبه ايضا من جانب ارتورو فيدال. الدفاع تدخل، هذه العرضيه اللي طالب فيها سواريز بلمسه يد. جمهور جماهيري كبير هنا من اجل معركه كبيره ومن اجل الوصول. مباراه غريزمان يغير اتجاه اللعب، حلو على اليمين، لمسه لبيدول لكن الكره بعد ذلك بعيده وضربه مرمى، بعيده وضربه مرمى. تسديده ارتورو فيدال اللي كان في اللقطه الماضيه اول محرة. هذا لودي فرصه لاتلتيكو، لمسه لبلاكس وكره عدت تماما وفي الاخير بس يبحث عن التسديده قويه في ادينيتو، اول ضربه في المباراه مع الخمس دقائق الاولى. وبلاك خلص. الله، يا لها من كره، من كرة عرضية رائعة من جانب اليوم. هي أخذ غريزمان بالراس لكن عدت. حلوة اللقطة من جانب لويسيتو لكن ردة فعل أيضا من نجم هذا الشوط الأول بدون منازع، بدون منازع. هل غريزمان وميسي ولمسة وتمريرة لكن الدفاع أقرب. تريبير يحاول تأليه باتجاه سواريز، تحضير بالراس لمن 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 المرمى. اوبلاك، لولاك لولاك اوبلاك فشل في هذه الكره لغريزمان. مر غريزمان عدى بكره، يا اقرب لاوبلاك، ينتظرها سواريز. شوف كيف الثعلب كان ينتظر اي غلطه من حارس المرمى او من خط الدفاع. سلام اليوم.